عتليتا 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 يا اخوان مفيش نو عتليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عتليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عتليتا مرة عتليتا عتليتا عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عتليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عتليتا يا عتليتا عتليتا لا ماشي علي جهدن يعني بخشاه وبشيله لك معي تمام شكرا ايوه اسمنتي لا 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 يا اخي عليك الله بتاع المغلق ده لا لا ما كذا فهمني بتاع المغلق ده ما بيعرفني قبل كده انا مشيت له اضرب لي تلفون هاي لا لا فهمت يعني في الاول انا امشي محل ناس الطوب اجيب له الطوب وغش معايا المغلق اشيل الاسمنت في المسافه دي تكون ضربت لي تلفون قول لي عقليته بس هاي خلاص امرك مقضي ما مشكله مع السلامه وين انت يا عقليته خلينا نروح نفتش ليك هاي انا ما قاعد مشيت وين ما لا ما فيك اسمعني اركب دلال عشان نجيب الزنجة عشان تقول الموضوع العريشة هاي انا ما عندي مشاوير كثيرة لكن يا اخوي هيب انا مشاوير ولا حاجة انا حجزاك من الصباح بس ما لا ما فيك اركب عليك الله يجلل حاجاتي دي اراح خلاص انا امشي نقضي لك غرضك ما عارف امشي لو منو خلي منو حيرتونا ذاته والله لكن عليه ده النازل اتعبوه خلاص والله انا خليت شغلتي وبقيت اخدم في الناس بس تعرف الناس زي لما ينقز في الزول ساهل كده يعني بيستغلوك هاي لكن انا عمشي مانا يا اخي فكر ليك يا كده فكر لي فكر ليك شوف يا اكليل هاي اللي خايف ما انا فكر ليك هاي انا مقطوع صابون يلو صابون بدر وتعال حاضر يا عتليتا الموضوع ده كده ما بيجي اعمل شنو؟ ما بقدر اقول لا 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 لازم تصير على موقفك وتقول لا الو لا سمح دمنو كمان نجوى كانت دار خدار لا لا بعد الموضوع ده لازم يتحسم السلام عليكم انا عتليتا وعليكم السلام والرحمة كيف تمام؟ الله يبارك فيك انت ضربت لي تلفون انا كنت مشغول شايل لي قلم ودي له واحد صاحبنا قاعد ابني ودي وين القلم؟ وديه في بيته هناك قاعد ابني ايوه نعم خلاص طالما جيت انا فتران قال خذ لي غمضة شوية كده ده وشيل الزباين ديل حاضر يا حاجة توم انا ما بعرف احلب البقر ما بعرف احلب يا اخي ما تتعلم يا عتليتور تتعلم يا اخي اتعلم لي شنو انا لا عندي بقرة لا عندي غنم مايا هسه انا عامل شنو وقبل وين مكان تشاورني يا اخي عشان ما اشتري البقرة يا ولدي يا اخي اشاورك في شنو انت جيت كلمتني بعدين يا اخي انت اشتريت بقرة انا عارفك كيف يعني انت اشتريت بقرة يعني دش شنو ده يا زول ها ما ترتريت يا اخي ها ده كلام فارغ وعدم مزولية منك يا اخي
الله جابك يا عقليدة. يا تحت عيش. عقليدة جانا ولا شنو؟ لا لا بعد الموضوع ده لازم يتحسن. لا لا بعد الموضوع ده لازم يتحسن. لا لا بعد الموضوع ده لازم يتحسن. يا عقليتي يا ولاي حلاوة. أبيت أبيت أبيت. يا اخواننا في شنو؟ عقليتا دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. عقليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عقليتا مرة. عقليتا 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 فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني. عقليتا 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 عقليتا. يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عقليتا يا عقليتا 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 عقليتا.